مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. الدستور يطوي صفحة الطاعون النيابية برد طعني المتن وعكار. مشلب يرفع الصوت، علاقتي بالرئيس عون تشرفني ولم يتدخل معنا أحد. في أول خميس بلا جلسة رئاسية، الجديد شبه الوحيد أخبار حول موقف الكتائب. وفي ظل فقدان الأدوية والمستلزمات، مرضى الكلى يستغيثون. 30 سطوح بيروت على الموعد غدا، دعمكم هو الأساس. الثامنة لربعا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، ثم تنشر عبر الموقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وعبر حساباتنا على مواقع التواصل تويتر، فيسبوك وإنستغرام. طوى المجلس الدستوري اليوم صفحة الطعون النيابية برد الطعنين المقدمين في المتن وعكار، ورفع رئيسه الصوت تنديدا باتهامات التسييس المعلبة، معلنا أن علاقته بالرئيس العماد ميشيل عون تشرفه، ومؤكدا من جديد أن أحدا لم يتدخل معه حول القرارات. لكن إذا كانت صفحة الطعون النيابية قد طويت، فصفحات الأزمات الداخلية اللامتناهية تبقى مفتوحة حتى إشعار آخر، طالما يعجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس جديد، وتفشل غالبية الطبقة السياسية في التوصل إلى تفاهم على خطة للنهوض الاقتصادي والمالي على وقع حرطقات مستمرة في ملف الحكومة. فبعد الاختباء خلف مأساة مرضى السرطان الإنسانية للالتفاف على الميثاق وضرب الدستور من خلال عقد جلسة ملتبسة لمجلس الوزراء، من الواضح أن هناك من يسعى اليوم إلى تخيير اللبنانيين بين العيش المشترك وحقوق العسكريين في أسلوب سياسي رخيص درج عليه البعض منذ مدة، ومن المحسوم أنه لم يعد يمر على أحد من اللبنانيين. ففيما الدولار يلامس 50,000 والأوضاع الحياتية والمعيشية في تدهور مستمر، ليس مفهوما أبدا أن يمضي البعض وقته في إضاعة وقت اللبنانيين بالألعاب السياسية السخيفة في الشكل والخطيرة في المضمون، حيث أنها تهدد أسس الكيان وتعرض وحدة الوطن إلى اهتزاز كبير، من دون أن يفهم أحد النوايا الفعلية أو الأهداف الحقيقية لكل ما جرى ويجري. لكن في الخلاصة يبقى دائما مكان للحل، والحل يبدأ بالإقرار بالخطيئة وبالعودة عنها قبل أي شيء آخر. أما المراوغة واللعب على الكلام وسائر أشكال التذاكي التي باتت تثير قرف الناس، فلن توصل إلى أي نتيجة إلا إلى إطالة أمد الأزمة واستجلاب المزيد من تدخلات الخارج، فيما التفاهمات اللبنانية تبقى دائما ممكنة إذا صفت النيات. لكن قبل الدخول في تفاصيل نشرة الأخبار، إشارة إلى محطة إنسانية ووطنية سنوية يجسدها غدا انطلاق النسخة العاشرة من تليتون سطوح بيروت، الذي تنقل وقائعه مباشرة على الأو تي في اعتبارا من الساعة 5 عصرا، وكل التعويل على دعمكم أيها اللبنانيون في لبنان وفي كل بلدان الانتشار. البداية من الشأن الصحي، ففي ظل أزمة فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية، ما مصير مرضى الكلى؟ والتفاصيل في تقرير جوال حبيب. كأن مريض الكلى مش مأديه همه ووجعه وتعبه، ولازم يعتل هم تأمين الدواء المقطوع وانتظام جلسات غسيل الكلى بظل فقدان المستلزمات المطلوبة وهجرة الأطباء وإقفال الأقسام وتأمين المصاريف المتعددة لتغطية علاجه ونظامه الغذائي بوقت الدولار عم بحلق. المشكله الاساسيه هي الانهيار الاقتصادي المالي، يعني شح الاموال عند المؤسسات الضامنه، وحكم المؤسسات الاستشفائيه ومن خلالها دعم بعض الادويه الطبيه لوصف لبنان عبر وزاره الصحه، وانعكس سلبا على هذا الاداء. يعني هناك ازمه نظام صحي بالكامل بلبنان، الامن الصحي والدوائر بلبنان بخطر، وكل الاجراءات اللي عم تحاول تقوم فيها وزاره الصحه، النقابات المعنيه،
الاستصحاء النيابيه بدعم من رئيس الحكومه كلها غير كافيه انه تامن هذا الدوام للتغطيه، خاصه في ظل هذا العجز المتراكم. واليوم بعد كل المحاولات التي جرت من شهر او شهرين لتعديل تعريفات غسيل الكلى وتامين المستلزمات وابقاء الدعم على المستلزمات خاصه لموضوع غسيل الكلى والفلاتر، اليوم شهدنا يعني هذا الارتفاع الجنوني للدولار، وحكما التعريفات التي اقرت سابقا اصبحت غير كافيه. لذلك هذه الازمه ستستمر اعتقد مع كل الجهود التي تبذل، خاصه انه بعض الادويه المرتبطه بغسيل الكلى ايضا هناك في شح فيها بسوق الدواء. عم بيعيش مرضى غسيل الكلى خوف يومي من تأجيل جلسات الغسيل بسبب أزمة انقطاع بعض معدات الغسيل، فعلاجاتهم صارت مرهونة باتصال من المستشفى، وغيابه يعني الموت بالنسبة للمريض وعائلته، فهل من حلول؟ سيكون هناك لقاءات سريعة وإعادة رفع التعريفة ضروري لكي يكون هناك يعني دوام علاج للمريض وإمكانية المستشفيات والأطباء أيضا الاستمرار. وآخر خطوة قمنا فيها مع وزير الصحة الحديث عن ضرورة رفع العدد المسموح فيه لأي طبيب غسيل كلى بإجراء الغسيل، لأنه كان محدد ب40 مريض، ولكن بسبب هجرة الأطباء وبسبب نقص الحاجات الطبية ونقص المستلزمات ونقص مرات الفريق الطبي، أعتقد الوزير سيصدر قريبا قرار بالسماح لأي طبيب غسيل كلى باستيعاب 50 أو 55 مريض. بظل الأزمة الراهنة، الشفاء صار بالنسبة لهم مستحيل، وطموحاتهم انحصرت بتأمين الدواء والحفاظ على انتظام جلسات الغسيل، ولحد ما تتحلحل رح يبقى مريض الكلى عم بحارب مرض بدون سلاح. فهل من مسؤول عم يسمع صدى وجعه بوطن عم ينزف وما في طبيب يعالجه؟ من بين أنقاض مرفأ بيروت رمم رودريغ إبراهيم قاربه ومثل لبنان في بطولة العالم للتجديف، ورغم الألم والدمار فالهدف هو الألعاب الأولمبية في باريس. والتفاصيل في تقرير أدمى فرح. كل يوم هو فرصة للأمل والحلم والمحاولة من جديد، هذا القول ينطبق على رودريغ إبراهيم الشاب اللبناني يلي طايرت أحلامه مع شظايا انفجار مرفأ بيروت، ورأى تعب ومجهود سنين عم ينهار بعد ما تدمر مركز التمرين يلي بيتدرب فيه ودمر معه المركب الخاص فيه. لكن على الرغم من المأساة إلا أنه إرادة رودريغ كانت أقوى، ومثل لبنان ببطولة العالم للتجديف روينج يلي استضافتها تشيكيا بأيلول، وهو أصلح مركبه بيديه وحقق مركز متقدم. من أنقاض مركب عملت مركب، قديش الطموح الإنسان وحلمه ما لازم يوقف ولا محل، ولازم نكون عم نكفي بالرغم من كل الصعوبات اللي عم نمرق فيها. بصراحة كثير أوقات بفكر إنه في عالم وصلت بغير ألعاب ضروري بس تلوني، وما كان عندها الكابابيلتيز الكافية، الإمكانيات الكافية، فليش نحن بدنا نضل نحلم إنه ما بنقدر طول ما نحن قادرين؟ لو كان عم يغرق المركب بدنا نضل نجرب، لو شو ما صار إلا ما تزبط ماشي ميله. والحمد لله يعني حاولت قد ما في ظبط المركب قد ما بيتظبط، يعني ما بيتظبط المركب، احنا كنا عارفين they are all total lost، بس على القليل نقدر يكون في شيء يشبر على المي لو كنت عم بتعذب. يعني حتى المي نحن هون بلبنان ما بتساعدنا، المي كثير فيها طلعات ونزلات، يعني مي بحر ما المي بحيره، بس انه برضه ما في شيء بخلينا نوقف. يعني بدنا نجرب نعمل المستحيل لنقدر نوصل، نوصل عالم لبنان عن جد لكل العالم. رسالتك لكل شاب لبناني بعمرك بعده عم بيجرب وعم بكفي وبلش يمكن اليأس يوصل على قلبه، شو بتوجه لهم رسالة؟ يأست كثير، جربت وقف ما قدرت، كل مرة يجي يطلع لي شيء يخليني كفي، ما تيأسوا صدقوني، يعني اليأس هو مرحلة بس توصلوا للأتشيفمنت اللي وصلتوا له وترجعوا بتفكروا بكل اليأس اللي قطعتوا فيه وترجعوا بتقولوا اوف كيف تخطيتها، اوف قديش حققت شيء انا ما كنت متوقع حققه، وهذا الشيء صار معي هلا انا. وبعدني لهلا ما بقول لي بعدني لهلا بيأس، بفكر بعدني لهلا ما بيأس، بس انه برضه بدي ارجع بتذكر مطرح ما كنت فيه سنين قبل ورجعت وصلت بعدين. الهدف المقبل هو الالعاب الاولمبيه بباريس 2024. الهدف المقبل هو اقدر اشارك بعد اكثر ببطولات بطوله اسيا،
للي بقدر أعمل نتيجة تكون أحسن فيها، وشارك بطولة عالم لحتى أقدر كمان يعني من خلال هول اثنين أقدر يكون عم بتأهل للأولمبيكس 2024 اللي هو هذا الحلم الكبير. بس الحلم لحاله ما بيكفي، شارك بطولات كمان شوي صارت صعبة يعني، خصوصا هالسنة صارت شوي أصعب شوي. بس هوفلي يعني حضر هلا لسنة الجاية ومثل ما الله بريد. الأحلام بتتأجل بس ما بتموت، والإيمان والمثابرة إلا ما يوصلوا للأهداف بنهاية المطاف. قضية بلدة رميش الجنوبية لا تزال تتفاعل، والجديد تفاهم على حل بتفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، والتفاصيل في تقرير سينتيا يمين. بعد إشكالية بلدة رميش التي أثارت بلبلة كبيرة بخصوص عمل جمعية أخضر بلا حدود على أراض تعود لمالكيها من أبناء بلدة رميش، حيث جرى اتصال هاتفي بين منسق قطاع الجنوب وسام العميل ومسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر لحل هذه الإشكالية، ما أدى إلى حصول اجتماع البارحة بين وفد من حزب الله مع نائب رئيس بلدية رميش وكاهن رعية البلدة وعدد من أصحاب العقارات وأهالي البلدة. نحن كتيار وطني حار كنا عم نتابع الإشكالية اللي حصلت في بلدتنا برميش على صعيد التيار بالتنسيق مع رئيس التيار الوطني الحر والمعنيين بالحزب، وأكيد بالتنسيق مع المعنيين من الطرف الآخر لوضع الأمور أولا بنصابه وتحديد شو هو المشكل وكيفية معالجته. صار في تواصل مع المعنيين، ومن يومين كانت تكثفت الاتصالات واتفقنا على معالجة الموضوع بأسرع وقت ممكن. أصحاب الأراضي اليوم طلعوا على أراضيهم وقادرين يطلعوا كل يوم ويستثمروا بهذه الأرض. هذا الحل النهائي، أصحاب الأراضي يقدروا يوصلوا على أرضهم وما في أي اعتداء من أي طرف آخر، وما بنقدر يصير في أي اعتداء من أي طرف على أراضي رميش، لأنه نحن سقفتنا هذه سقفة جدودنا، نحن متمسكين بأرضنا وما منبيعها. اتشرفنا اليوم بزيارة سماحة الشيخ مع الإخوان من جمعية أخضر بلا حدود ومن الحزب، ونحن كتير انبسطنا بهاللقاء، وتم الاتفاق على أنه ما في تعدي أبدا، والشيء اللي صار هالإشكالية اللي صارت هي ما إلى قيمة، ونحن منشجع كل واحد بده يحمل حدود أو بده يشجر، واتفقنا على أنه أي شغلة بدها تحدث على الحدود لازم يعطونا خبر قبل بوقت لحتى نكون نحن بالجو ولحتى ما يصير في أي تعدي أو أي إشكال على أراضي الناس. ونحن كمان منطلب أنه بس بده يحطوا شي نقطة أمنية بالمنطقة، بما أنه في تنسيق مع الجيش اللبناني، حدا من الجيش اللبناني يعطينا خبر لأهالي البلد ولأهل أو لأصحاب الأرض لحتى ما يكون في أي شك بهالأمور هاي. هذا اللقاء أثبت أنه الحوار هو أساس في حل كل المشاكل وإنهاء كل القضايا، وإن شاء الله غيمة ومرأت والكل هون أهل وأحبة وبيستمروا على هذا النهج وعلى هذا الطريق. وكان الخوري نجيب العميل أصدر بيانا توضيحيا عما جرى في اجتماع الأمس، حيث اعتبر أنه حصل تفسير مغلوط للتصريح الذي أدلى به بعد زيارة وفد حزب الله لبلدية رميش، كما أكد البيان بأنه اتفق على البدء بإزالة التعديات والعيش وفق أفضل العلاقات، كما أوضح أن عبارة ما في تعديات كان يقصد منها أن التعديات ستزال ولن يبقى هناك تعديات، وبالتالي طويت صفحة إشكالية رميش ومعها عاد أصحاب الحقوق إلى أراضيهم مع الاتفاق على عدم تكرار مثل هذه التعديات التي تثير الغضب والبلبلة بين صفوف الأهالي. زار العلامة السيد علي فضل الله مع وفد بلدية المريجي تحويطة الغدير والليلكي، وكان في استقباله النائبان فادي عليمي وعلاء عون وعدد من أعضاء البلدية وفعاليات المنطقة ومخاتيرها، حيث قدم التهاني لمناسبة ولادة السيد المسيح. وبعد جولة على أقسام البلدية انتقل الجميع إلى مدرسة العناية الإلهية لراهبات المحبة، وبعد الترحيب بالزوار قام الوفد بجولة على صفوف المدرسة، وقد رحب طلابها بالوفد من خلال إلقائهم لعدد من الأناشيد من وحي المناسبة، ثم انتقلوا إلى كنيسة مارلييس حيث كان في استقبالهم راعي رعية المريجي تحويطة الغدير والليلكي.
وبعد جولة على الكنيسة اختتمت الزيارة بلقاء موسع في صالون الكنيسة حضره النائبان علامة وعون وعدد من الفعاليات البلدية والدينية والحزبية والاختيارية والاجتماعية. عيش مشترك مش بس بالشعار، هو حقيقة نعيش حياة باحترام حق الاختلاف وحرية الاختلاف لكل إنسان، إنها مع حدود احترام تنوعنا كلنا على المستوى الخاص، على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي. ويمكن هالدعتين هون بين هون وحارة حريك، يعني هون ريشة وليلكة وتحويط الغدير وحارة حريك، أكثر نموذج لهالضيع يلي قبل الحرب عشت نموذج مميز، إنما التهجير يمكن حرمها السكن بالمنطقة بعدين في قصة من 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 أهلها ترك، إنما بالآخر كان التحدي إنه نرجع يصير في هذا الوجود. واليوم الرعاية والكنيسة والبلديات بالبلدتين عم بيلعبوا دور أساسي لإعادة هذا الحضور وهذا التفاعل. أهم شيء عملناه إنه من خلال التفاهمات يلي عملناها إنه نرجع نكسر كل هالحواجز النفسية وال يلي ممكن تكون موجودة، نرجع نقول إنه لا، نحن كلبنانيين على مختلف تنوعنا قادرين نتفق وقادرين نعيش سوا وقادرين نسكن وين ما كان من دون ما يكون عندنا أي خوف من أي كان. ونتعلم كمان إنه ممكن يحصل في اختلافات بوجهات النظر، لا يجوز فكرة إنه نعيش سوا باحترام وبتنوع أن يعاد النظر فيه عند أي إشكال سياسي. قضائيا، أصدرت النائبة العامة للسئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا قضى بوضع إشارة منع تصرف على أملاك الممثلة ستيفاني صليبة بحسب ما جاء في الوكالة الوطنية للإعلام. ملف الطعون النيابية التي طويت اليوم مع رد الطعنين في عكار والمتن. طوى المجلس الدستوري اليوم صفحة الطعون النيابية ردا الطعنين المتبقيين، وهما من حيدر عيسى ضد أحمد رستم عن المقعد العلوي في عكار، وجد غصن ضد راز الحاج وأجوب بكرادونيان في المتن. وبعدما طال الانتظار هكذا علل مشلب سبب التأخر في إصدار نتيجة طعن عكار. الطاعن سميلنا أي أقلام، الجهة المطعون بنيابتها قال ما بدكم انتو تفرزوا له، نحن كمان عنا الضيعة الفلانية والضيعة الفلانية والضيعة الفلانية بكل هالضياع بدون ما يحددونا الأقلية. فرزنا ال 108 قلام، طلع فيه بال 102 قلام 1806 ورق ملغيين. فرزناهم طلع 347 ورقة لازم تترجع، رجعنا 347 ورقة. أخذت الجهة الطاعنة 108، لائحة الجهة الطاعنة 158 والاعتدال الوطني المطعون فيها 124، نزلنا الفرق واللوائح غير المؤهلة 64، نزل الفرق لل 50 صوت كان 72، بقيت النتائج مثل ما هي. وبعد صدور النتائج كتب المرشح السابق على المقعد العلوي في عكار حيدر عيسى على مواقع التواصل: ما من شيء تغير فبعد النتائج الصادرة عن المجلس الدستوري، أود أن أشدد على أنني باق إلى جانب أهلي الأعزاء من الطائفة العلوية الكريمة الذين منحوني 4000 صوت في الانتخابات السابقة وسائر المواطنين من مختلف المكونات في خدمة عكار، كل عكار وأهلها في صفوف التيار الوطني الحر للقناعات الراسخة عندي في هذه المدرسة الوطنية ورئيسها ومؤسسها. إنني وإذ أحترم القرار الصادر عن المجلس الدستوري إيمانا مني بعمل المؤسسات، وأكد أن النضال السياسي والاجتماعي لن يتوقف، لا بل سيتضاعف في المرحلة المقبلة من أجل جميع الذين منحوني ثقتهم في الماضي، وفي سبيل أن أكون عند حسن ظن كل أهلي في عكار. شكرا لكل من تعاطف وأعرب عن دعم، كنا ورح نبقى. وهذا ما قاله مشلب عن طعن المتن. سملنا شي 10 أقلام، جبنا العشر أقلام وفرزناه، طلع الأوراق الملغات لغير لائحة اللي بينتمي إلى الطاعن اللي هو جال غصن ملغى أكثر بكتير للفريق الثاني. كانت القصة عنده كمان أنه انضبط في رشوة، بس الرشوة اللي عم بيقول عنها لمصلحة الياس حنكش، الياس حنكش لم يطعن بنيابته، والياس حنكش كمان جبنا تحقيقات وشفنا التحقيقات وكلها، يعني في رشوة، بس الياس حنكش ما له علاقة بالرشوة. هلا حتى الأصوات كلها اللي عم بيقولوا إنه مرتشين فيها بالمنطقة إذا حسبناها مع المجموع اللي للوائح ما بتأثر كثير على النتيجة. اعتبرنا نحن بما إنه المجلس بما إنه
ما بتأثر على النتيجة، وهو ما له علاقة، ما شلنا ما عدنا الانتخاب ولا عدنا عملنا. كمان عندنا مخالفة من ذات الزميل انه لا الرش ما لازم نرقى مرور الكرام، هذا القرار طلع بالأكترية. القاضي الياس مشرقاني الذي سجل المخالفة المتعلقة بالرشوة الانتخابية معتبرا أنه يجب إبطال النيابة عندما تكون الرشوة منظمة وثابتة وعلى درجة من الخطورة، تحدث للأو تي في عما قيل عن أنه تم ممارسة ضغوط على الوزير الأرمني جورج بوشكيان لحضور جلسة مجلس الوزراء تحت طائلة إبطال نيابة الأمين العام لحزب التاشناك أجاب بكردونيان. كان التقرير وضع وصار بعهدة المجلس، وما كتب قد كتب بما يتعلق بفرز الأصوات وفرز الصناديق قبل جلسة مجلس الوزراء بأسبوعين، ونحن اللي تأخرنا فيه هو موضوع ملف الرشوة الجزائية اللي كان ببعبدة اللي طلبنا تحقيقاته مثل ما قال الرئيس من شوي، ورجعنا نحن حققنا بما عنا من سلطة استقصائية وصلاحيات قاضي تحقيق بهالموضوع، هذا اللي أخرنا. مشلب من جانبه كذلك شدد بانفعال على ألا تدخلات سياسية في القرارات. نحن ما بنتعاطى بالسياسي، وفهموا اخر مره نحن ما لنا علاقه بالسياسي ولا لي علاقه بفيصل كرامي، ويمكن انا مثل ما خبروني عن رامي فانج انه بيسوى 100 نايب، ما كنت بطايره لو انا القصه بايدي، بس انا عم بعد اصوات، انا بعطيه جل من او بعطيه قطعه ارض لفيصل كرامي، بس ما بعطيه انا صوت تامنت عليه. نحن كل حياتنا نشتغل بالجزر، وهيدي اساءه امانه، انا امنوني على هالاصوات، ما بوزع اصوات ببلاش لا لفيصل كرامي ولا لبقره دنيا ولا لحدا منهم، وانا بيحسبوني الكل انه انا بخص الرئيس او بخص أنا أصحاب أنا والرئيس، وبتشرف إني أصحاب أنا ويا للرئيس، بس أنا الرئيس لحد هالساعة لا لمن كنت بالعدلية ولا هلأ هون سألني سؤال لا شمال ولا يمين، وما حدا من الزملاء قال والله فلان حكيني على التليفون أو سألني. الطعنان النيابيان لم يكونا الطعنين اليتيمين اللذين صدرا اليوم، إنما كذلك صدرت نتيجة طعن قانون السرية المصرفية. بالنسبة للسرية المصرفية ما تروح عدة نقاط إنه في إبهام وفيها، نحن شفنا على القانون إنه ما في إبهام، إنه كله واضح. شلنا فرد جملة منه إنه اعتبرنا إنه مش مصوت عليها مجلس النواب، وهي مهلة 15 يوم للاعتراض على طلبات المعلومات عن الحسابات. لتبقى نتيجة الطعن المقدم بقانون الموازنة قيد البحث والمتابعة. شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال جولة شملت رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف العمال نجيب ميقاتي على أن لبنان سوف يخرج من هذه الأزمة، والأمر يبدأ بانتخاب الرئيس ثم إطلاق آليات الاقتصاد اللبناني، وقال أثق أن الفاعلية للعقل اللبناني قادران على تحقيق انفراج في الموقف. وكشف أنه تم الحديث خلال اللقاء عن الوضع اللبناني وكيفية الخروج من هذا الوضع الاقتصادي والسياسي المأزوم، وتركز الأمر على انتخاب الرئيس اللبناني القادم. وسئل أبو الغيط إلى متى لبنان ليس على الأولوية العربية، وهل هناك من مبادرة عربية في موضوع الرئاسة، فأجاب هناك الكثير من الاحتمالات، ولكن لا أستطيع أن أتحدث في شيء محدد حاليا. إلى ذلك افتتح منتدى الاقتصاد العربي بدورته 28 في فندق فينيسيا انتركونتيننتال تحت عنوان لبنان الطريق إلى النفط، وذلك بحضور أكثر من 400 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلدا. المنتدى اكتسب أهمية خاصة سواء من حيث توقيت انعقاده أو مضمونه، كما أجمع المتحدثون على أهمية استمرار انعقاد المؤتمرات الاقتصادية كمنصة للتفاعل اللبناني والعربي. ميقاتي دعا إلى ترشيد الإنفاق وتعزيز مداخيل الدولة، وطالب المسؤولين السياسيين ترفع عن مصالحهم الضيقة وتعزيز القواسم المشتركة. لبنان على مفترق طرق، خلاصته أما النهوض المنتظر وأما التدهور القادم، ففي حال تحقق السيناريو السياسي الاقتصادي الإيجابي تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بانحسار، ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة، ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة. نحن نطالب بأن يترفع كافة المسؤولين السياسيين عن مصالحهم الضيقة ويبدون المصلحة العامة ويعززون القواسم المشتركة، ما يؤسس الخروج من الكبوة القاتمة واحتواء المخاطر الكامنة
وللانتقال إلى حقبة من النهوض الاقتصادي المرجو في الأفق. لقد أنجزت الدولة اللبنانية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوبا، وأطلقت عملية الاستكشاف لبلوك رقم 9، وسوف تقوم الشركات المكلفة بذلك بحفر بئر استكشافي في عام 2023، وفي حال أتت نتائج التنقيب إيجابية يتعزز عامل الثقة في الأسواق. وبما أن عنوان المؤتمر هو الطريق إلى النفط، من المهم القول أن استكشاف الغاز سيدر مكاسب اقتصادية هامة على لبنان. إن عملية المسار السريع للاستكشاف وفي حال وجود كميات تجارية سوف يستتبعها تطوير للحقل بالسرعة القصوى، وذلك لإمداد السوق المحلي بالغاز الطبيعي وعلى وجه التحديد معابر الكهرباء بدءا بمعمل الزهراني جنوبا حتى دير العمار شمالا. وسوف يكون هناك دور كبير للقطاع الخاص في عملية تمويل وإنشاء البنى التحتية للغاز الطبيعي، مما سوف يساهم في خفض كلفة الكيلووات ساعة. زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رأس وفد البطريرك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوي في مناسبة الأعياد، وعرض معه التطورات الأخيرة على الصعيد المحلي. وكان تشديد من الطرفين على أهمية الحفاظ على لبنان بكامل مكوناته وبوحدة أبنائه، والسعي إلى إنجاز الاستحقاقات الدستورية بما يحفظ الدستور والميثاق ويؤكد العيش المشترك بين اللبنانيين. وفي الخميس الأول بلا جلسات رئاسية، ماذا في آخر المعطيات؟ التفاصيل في تقرير نورا زعيتر. بعد الجلسات العشر المتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، تغيب ما وصفها اللبنانيون وحتى النواب أنفسهم المسرحيات والتمثيليات على وقع مراوحة واضحة في الملف الرئاسي، باستثناء خرق وحيد في جدار هذا الجمود قام به اللقاء الديمقراطي باتجاه معراب ممثلاً بالنائب وائل أبو فعور. الآلية الدستورية بما يعني جلسات مجلس النيابة مستمرة، ولكنها باتت مدعاة سخرية لدى المواطن اللبناني عندما يرى ما يحصل في المجلس النيابي. لذلك يجب أن تفتح أبواب الحوار الموصدي بين اللبنانيين وبين الكتل النيابية للوصول إلى تفاهم على اسم الرئيس القادم وعلى البرنامج في مرحلة لاحقة. هناك مبادرات خارجية أو خارجية، أو هناك حراك خارجي. هذا الحراك لا زال في مراحله الأولى. إلى أن يصل هذا الحراك إلى مرحلة يأخذ أبعاده فيها، يجب أن يكون هناك حراك داخلي بين اللبنانيين. الخارج لن يحل محل الداخل، والداخل أي الكتل النيابية لا تستطيع أن تعفي نفسها من المسؤولية وتقول أنا قاعد وناطر أنه ينزل علي الوحي من الخارج. حد أدنى من المسؤولية الأخلاقية لدى النواب، لدى الكتل النيابية، لدى القوى السياسية. على خط موازن وفي إشارة واضحة للتباين فيما بين القوات والكتائب في مسألة الحوار، أكد مسؤول الأعلام في القوات اللبنانية شارل جبور أن كل حزب يعبر فقط عن نفسه، وأن القوات لا تجبر أحد على مقاطعة الحوار. لا أحد ملزم بموقف الفريق الآخر، وأعتقد أنه كل مكون معارض لديه مطلق الحرية بالتعبير عن موقفه، ولا أحد يختصر أحد. حتى لو كان هذا الحوار عبر بكركي مثل ما كان عم ينحكى أنه رئيس بري. لا، نحن ضد أي حوار مسيحي مسيحي أو حوار نيابي نيابي. نحن في معرض انتخابات رئاسية ولسنا في معرض مسألة حوارية. وحول ما ورد في صحيفة الأخبار عن نية الكتائب سحب مرشحها ميشيل معوض وترشيح إما النائب السابق صلاح حنين وإما النائب نعمة فرام كونهما يجذبا أصوات التغييريين وغيرهم من نواب عكار، قال أمين عام حزب الكتائب سيرج داغر للأوتيفي بعدنا مطرحنا، مشددا في الوقت نفسه على أن حزب الكتائب ليس ضد منطق الحوار، مضيفا سنبحث كيف نتعاطى مع الجلسات المقبلة بعد الأعياد. ومن ناحيته قال النائب وضاح الصادق ممكن نروح على سيناريو آخر باسم تاني إذا هذا الاسم ممكن ينال موافقة 86 نائب أقل هو اللي ممكن يوصلونا أنه نعمل جلسة بنصاب مكتمل انتخابات. الكلام عم بيصير مع النائب ميشيل معوض ومع بعض النواب أنه إذا لازم نروح على سيناريو تاني
في هذا المكان، بس شرط أن يكون هذا المرشح بيقدر يمال أغلبية النواب. وفي ظل خلافات كبيرة تسيطر على النواب التغييريين، نفى الصادق ما يحكى عن أي مساع للم الشمل. عم نجتمع الـ 12 من وقت تاني، عم نتباحث بأمور تشريعية بتخص مجلس النواب. معظم المرات عم ناخذ قرارات مشتركة، ولكن عودة التكتل كتكتل لا، هيدا مش مطروح. إذن المشهد الداخلي في الملف الرئاسي دخل مرحلة جمود كاملة إلى ما بعد عطلة الأعياد، بانتظار ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة، لا سيما في ظل حديث عن اجتماع أمريكي فرنسي سعودي قطري يقال أنه يجري التحضير له قبل نهاية العام. كل ذلك يبقى بحسب مصادر مطلعة في إطار التوقعات وليس الوقائع. فاصل إعلاني قصير ونتابع بعده النشرة. أهلا بكم من جديد. قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بجولة تفقدية على معبر المصنع على الحدود اللبنانية السورية. الوزير حمية أكد على تفعيل نظام الربط المعلوماتي بين المعابر ومديرية النقل البري والبحري كنموذج تكامل نعبر من خلاله بالمرافق والقطاعات إلى مزيد من الإنتاجية. لا يمكن في ظل تدهور وضع الخزينة العامة نتيجة سياسات مالية متعاقبة أدت إلى ما أدت إليه اليوم يأخذ وزير الأشغال أي قرار مجحف بحق الشاحنات. 1000 شاحنة مبردة توقف عن العمل. بتسجيل دخول وخروج الشاحنات من وإلى لبنان عبر المنافذ البرية الثلاث، المصنع العبودية والعريضة وقريبا معبر القاع، وربطها بالمديرية العامة للنقل البري والبحري في العاصمة بيروت، هو نموذج من التكامل الذي نسير بهديه، وهو وصل مطلوب ومنشود استمراره على مستوى الوطن ككل وعلى كافة المستويات، والصعد بين مرافق البر ولاحقا البحر، وليس فقط مرافق البر. رسالة الميلاد لبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي شدد فيها على معاني العيد. يدعونا يسوع في ذكرى ميلاده إلى أن نوجه فكرنا وقلبنا إلى هؤلاء الذين يولدون في كل يوم وفي كل لحظة في هذه المطارح من أقاصي الأرض إلى أقاصيها، في أمكنة أبشع وأزرى من المغارة، ويرمى البعض منهم في الحاويات أو على أبواب المياتم والمآوي والأديار والكنائس. كم من الناس أفرادا وعائلات يهربون اليوم من بلادهم من الفقر والحرمان والجوع وقلة العمل ومن الظلم والتعسف إلى بلاد مجهولة لا يدرون ماذا ينتظرهم فيها أو هل يصلون إليها، إذ ليس في قلوبهم يقين من أن سفرهم سيكون في أمان. شيوخ ونساء وأطفال وشباب، منهم من يقطع الغابات والجبال والوديان والأنهر في الحر والبرد مشيا على الأقدام، ليس معهم ما يسترون به أجسادهم المنهكة أو ما يسدون به رمقهم. ومنهم من يركب البحر يائسا مجازفا، وكم زورق أو مركب ابتلعه البحر. لتكن زيارتنا ليسوع في المغارة في هذا العام زيارة لهؤلاء في مغارتهم في الشارع. الميلاد في الشارع. من المؤكد أن يسوع لن يعترض، ولا يوسف ولا مريم، على العكس سوف نرى عندئذ كم نحن سعداء وكم هم سعداء. سوف نعيش ما يبشرنا الملائكة به في كل عام: إني أبشركم بفرح عظيم. كل عام وأنتم بخير. والختام كالعادة مع حال الطقس. مساء الخير.
طقس مستقر عم بيسيطر على أجواءنا، بيستمر مستقر حتى السبت المساء لنعود مع الأمطار الأحد والتنين. إذن جونا غائم جزئيا لبكرة، أما درجات الحرارة فرح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ من الشمال، عكارة عم تسجل 18 درجة، طرابلس والعاصمة بيروت 19، أما الصور 20 درجة. مننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 12 درجة، لقلوق 7، زحلة وجزين عم بيسجلوا 13 درجة. نسبة رطوبة ساحلة بتوصل لـ60%، الرياح السطحية شرقية سرعتها بتوصل لـ20 كم/ساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شي الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة للجمعة والسبت، جونا قليل الغيوم إجمالا مع تشكل للضباب المحلي على المرتفعات، أما درجات الحرارة ساحلا فبتسجل 19 لنهار الجمعة و18 درجة لنهار السبت. للأحد والتنين جونا غائم متقلب وماطر، ودرجات الحرارة بتنخفض ساحلا لـ16 درجة أقصاها. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بنشرة جديدة، تصبحوا على خير. نشرتنا انتهت، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الموقع otv.com.lb. إلى اللقاء.